الوطنية للانتخابات تختتم في الثانية ظهرا قبول طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب. الرئيس اللبناني يقبل اعتذار رئيس الوزراء المكلف مصطفى أديب عن مهمة تشكيل الحكومة. الأمم المتحدة تدعو ميليشيات طرابلس إلى وقف الأعمال العدائية وعدم تعريض حياة المدنيين للخطر. الثانية عشرة ظهرا في القاهرة العاشرة بتوقيت غرينتش، بانوراما إخبارية تأتيكم عبر شاشة النيل، أهلا بكم. تنتهي اليوم لجان وقبول طلبات الترشح لخوض انتخابات مجلس النواب بمقر المحاكم الابتدائية في جميع المحافظات من أعمالها في الثانية ظهرا وفقا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات. وكانت لجان تلقي طلبات الترشح بدأت مباشرة أعمالها منذ 17 من الشهر الجاري، ومن المقرر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات الأسماء النهائية للمرشحين بنظامي الفردي والقائمة غدا، والتي تتضمن مرشحي المرحلتين الأولى والثانية. أعلنت الرئاسة اللبنانية أن الرئيس ميشيل عون قبل اعتذار رئيس الوزراء المكلف مصطفى أديب عن مهمة تشكيل الحكومة، وأنه سيتخذ الإجراءات المناسبة وفقا لمقتضيات الدستور. كان أديب قد أوضح أن الاعتذار عن تشكيل الحكومة جاء في ضوء تراجع عدد من القوى السياسية اللبنانية عن تعهداتها بتسهيل تشكيل حكومة من الاختصاصيين المستقلين عن الأحزاب والقوى السياسية للقيام بالإصلاحات اللازمة لإنقاذ لبنان. الأزمة السياسية والاقتصادية الطاحنة التي تعيشها لبنان لا يبدو لها انفراج في القريب العاجل، خاصة بعد إعلان رئيس الوزراء المكلف مصطفى أديب اعتذاره عن مهمة تشكيل الحكومة. وقال مصطفى أديب عقب لقاء عقده مع الرئيس ميشيل عون إن الاعتذار عن تشكيل الحكومة جاء في ضوء تراجع عدد من القوى السياسية اللبنانية عن تعهداتها السابقة له والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتسهيل تشكيل حكومة من الاختصاصيين المستقلين عن الأحزاب والقوى السياسية للقيام بالإصلاحات اللازمة لإنقاذ لبنان. كانت عملية تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة قد واجهت عقبة كبيرة تتمثل في إصرار حركة أمل وحزب الله على الاحتفاظ بوزارة المالية في الحكومة التي كلف مصطفى أديب بتشكيلها. وفي المقابل تمسك رئيس الوزراء المكلف بمبدأ المداورة في الحقائب السيادية والأساسية والخدمية بين مختلف الطوائف، إلى جانب تشكيل حكومة مصغرة من الاختصاصيين المستقلين عن القوى والتيارات والأحزاب السياسية. وكان القادة والزعماء السياسيون اللبنانيون قد تعهدوا أمام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي زار بيروت أول شهر سبتمبر الحالي أن تتشكل الحكومة الجديدة للبلاد برئاسة أديب في غضون فترة وجيزة لا تتجاوز 15 يوما، وأن تتألف هذه الحكومة من وزراء يتسمون بالكفاءة، وأن تحظى بدعم جميع القوى السياسية اللبنانية، إلى جانب موافقتهم على خريطة الطريق الفرنسية المقترحة لإنقاذ لبنان والتي تتضمن المداورة في جميع الوزارات وعدم استئثار أي طائفة بأية حقيبة. يستأنف الفرقاء الليبيون اجتماعاتهم غدا في المغرب، بينما تتواصل الاستعدادات لعقد الحوار الليبي في جنيف الشهر القادم بهدف التوصل للاتفاق نهائي حول المناصب السيادية. يأتي ذلك بينما دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية التي نشبت بين ميليشيات مسلحة تابعة لما يعرف بحكومة الوفاق. بات المشهد الذي يخيم على المناطق التي تخضع لسيطرة ما يعرف بحكومة الوفاق في ليبيا أشبه بساحة للصراع على المال والنفوذ. أجواء من التوتر خيمت على منطقة تاجوراء الليبية الواقعة شرقي العاصمة طرابلس، حيث شهدت اشتباكات عنيفة بين فصيلين من الميليشيات المسلحة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الجانبين، فضلا عن إغلاق طرق رئيسية في العاصمة الليبية.
حكومة الوفاق الليبية أعلنت حل المجموعتين المسلحتين باستخدام القوة ضدهما وإحالة قائدهم للتحقيق بعد رفض الميليشيات الامتثال لأوامرهم بالوقف الفوري لإطلاق النار خوفا من تشعب الاقتتال بين الميليشيات المسلحة على خلفية صراعهم على الحصول على أكبر تمثيل في حوار جنيف المرتقب. الأمم المتحدة أبدت قلقها إزاء استخدام الأسلحة الثقيلة في حي سكني مما أدى إلى ترويع المواطنين وتعريض حياتهم للخطر، علاوة على إلحاق الضرر بالممتلكات الخاصة. كما دعت البعثة الأممية في ليبيا إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية والعمل وفق القانون الدولي. لهيب الغضب في المناطق الخاضعة لما يعرف بحكومة الوفاق لم ينطفئ، فقد شهدت مناطق متفرقة من العاصمة طرابلس وبعض المدن الأخرى موجة غضب من المواطنين احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والخدمات وانقطاع التيار الكهربائي، وطالبوا برحيل حكومة السراج وميليشياته المسلحة. البرلمان الليبي من جانبه أعلن دعمه للجيش الوطني الليبي في استرداد مكتسبات الوطن وعودة الاستقرار وحل الأزمة الليبية وفق إعلان القاهرة، بعد أن تعالت أصوات الشعب الليبي لهدنة دائمة بين الجيش الوطني وما يعرف بحكومة الوفاق، فضلا عن نزع السلاح من مدينة سرت وعودة الميليشيات لخطوط التماس. الاشتباكات المسلحة وللمزيد من المتابعة انضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ خالد محمود الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن الليبي. أستاذ خالد أرحب بك، ويعني استئناف اجتماع الفرقاء الليبيين في المغرب إلى أي مدى سيسهم في إيجاد تسوية سياسية للأزمة الليبية؟ شكرا لحضرتك. بتصور أنه ده اجتماع بالأساس هدفه التفاوض أو التوافق على من سيتولى المناصب السيادية للدولة الليبية وأماكن تواجد مقرات الأجهزة السيادية في الدولة. بالطبع هناك يعني فروقات كبيرة في وجهات النظر، وهناك اختلافات يعني غير معلنة في هذا الإطار، على الرغم من إصرار طرفي التفاوض هنا وهما مجلسي النواب والمجلس الأعلى للدولة على نفي وجود خلافات، لكن في الحقيقة في خلافات جوهرية وعميقة بين الطرفين. وهنا من المدهش أيضا أنه في المغرب يجري التفاوض ما بين البرلمان الشرعي ومجلس الدولة اللي أساسا هو غير شرعي ولا يتمتع بأي شرعية ويترأسه أحد قادة جماعة الإخوان المسلمين. في المقابل حكومة الوفاق لا زالت تبرهن على فشلها وعجزها. رأينا اقتتالا داميا لميليشياتها في العاصمة المحتلة طرابلس. وعلى الرغم من إعلان وزارة الدفاع بالحكومة إنه يعني حل الكتيبتين اللي ضارتها في هذا النزاع، لكن يعني لم يتم تنفيذ هذا الامر ولا اعتقد انه سيتم تنفيذه. والمدهش هنا ايضا انه الحكومه التي عجزت عن امر الميليشيات التابعه لها بوقف القتال بتستعين بصلاح بادي، ده احد يعني القاده الدمويين لميليشيات مصراته ومطلوب دوليا ومحليا بتهمه ارتكاب جرائم حرب لوقف القتال ما بين الإخوة الأعداء في طرابلس. نعم، إذن لا تعول كثيرا على ما يمكن أن تخرج به هذه الاجتماعات في ضوء ما تحدثت عنه أستاذ خالد. بشكرك. نعم. شكرا جزيلا. نعم. أستاذ خالد محمود الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن الليبي، وعودة مرة أخرى للشأن اللبناني، وينضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة اللبنانية بيروت السيد أحمد عز الدين المحلل السياسي. سيد أحمد أرحب بك، ويعني اعتذار لم يكن ربما متوقعا لرئيس الوزراء اللبناني المكلف مصطفى أديب بتشكيل الحكومة، يعني الأسباب الرئيسية لهذا الاعتذار؟ يعني طبعا الاعتذار ربما كان يتوقعه كثيرون، وربما شكل نوع من المفاجأة والإحباط لكثير من اللبنانيين، لكن يعني أعتقد أننا ربما عدنا إلى نقطة الصفر. الصفر هناك
تخوف على المبادرة الفرنسية إن كانت ستنجح أم لا. يعني هل سيبادر رئيس الجمهورية إلى إجراء استشارات سريعة أم أنه سيتريث وسيجري اتصالات وسنكون أمام مرحلة جديدة من يعني مماطلة اتفاق على رئيس المكلف قبل الاستشارات وهذا مخالف للدستور ومن ثم الاتفاق على الحكومة وبالتالي كل هذه الإجراءات طبعا لا تتوافق مع الدستور. نعم، لكن تداعيات ذلك على الشارع اللبناني والأوساط السياسية المختلفة، ويعني إلى أي مدى إذن يمكن أن يتأخر تشكيل الحكومة في ظل هذا الاعتذار؟ نعم، هذا ما يعني أتحدث عنه، أقول هل يلجأ رئيس الجمهورية وبعض القوى الممسكة بالأمر إلى يعني مزيد من أن تأخذ وقتها في الاتفاق على الحكومة، على رئيس الحكومة وعلى الحكومة، وبالتالي يعني هذا سيأخذ وقتا طويلا. أنا أخشى أن نكون نحن في مرحلة مراوحة وانتظار، انتظار يعني ربما الانتخابات الأمريكية، يعني هناك كباش إقليمي هو الذي عطل الحكومة، لأن في بداية الانتخابات كل القوى السياسية أعلنت تأييدها لتكليف رئيس الدياب المعتزل اليوم وأنها لا تريد شيئا، وبالتالي ثم بدأت المطالب تقر وشبحة المطالب تقر الواحدة تلو الأخرى. يعني أنا أعتقد أننا ربما سندخل في مرحلة من المراوحة والانتظار. بالنسبة للشارع اللبناني، يعني الشارع يعني يغلي، وبالتالي هناك خوف من أن تزداد الأزمة الاقتصادية، يعني أن يرتفع الدولار بشكل جنوني. نعم. وبالتالي لكن من المسألة يعني في الأسبوعين الماضيين حصلت نوع من التحريض الطائفي في الشارع، يعني هذا يعني لن يساعد حركة الشارع لأنه سيصب في إطار طائفي ولن يسمح للشارع، الشارع الذي يتحرك من منطلق وطني لبناني وليس من منطلق طوائف ومناطق، يعني قد يعيد حركته. إضافة إلى أن يعني يوم كورونا في لبنان يعني بلغ مدى الأقصى يعني بشكل مخيف. يعني هذه الأمور أعتقد أن يعني للأسف من يتولون السلطة في لبنان يمسكون بتفاصيل، قادرين على تحريكها وقادرين على إحكام قبضتهم على الشارع ومنعهم من الوصول إلى تحقيق مطالبهم. نعم، شكرا جزيلا لك من العاصمة اللبنانية بيروت السيد أحمد عز الدين المحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف. أفادت تقارير إعلامية أن الإدارة الأمريكية تدرس اتخاذ خطوات لتكثيف الضغوط على ميليشيا الحوثي وتصنيفها كمجموعة إرهابية، وتتضمن تلك الإجراءات تجميد الأصول المالية للميليشيا الانقلابية، ما سيجعل تقديم أي دعم خارجي لها غير قانونية. كان الرئيس اليمني عبد الرب منصور هادي قد دعا المجتمع الدولي للضغط الفاعل والحاسم على ميليشيا الحوثي الانقلابية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن وإتاحة المجال للوصول لمساعدات لكل اليمنيين. ألقت السلطات الفرنسية القبض على مشتبه به جديد في هجوم باريس أمام المقر السابق للصحيفة تشارلي إبدو والذي أسفر عن سقوط جريحين، ليرتفع بذلك عدد المقبوض عليهم على خلفية تورطهم في الحادث إلى 7 من بينهم المشتبه به الرئيسي. بالتأكيد ليست مصادفة، هجوم يبدو عشوائيا، رجل يخرج ويطعن شخصين ثم يلوذ بالفرار، غير أن موقع الهجوم وتوقيته يؤكدان أن الأمر أبعد من أن يكون صدفة عشوائية. فالهجوم وقع في محيط المقر القديم لمجلة شارلي إبدو الفرنسية الساخرة التي كانت هدف هجوم دام قبل 5 سنوات ونصف وما زال حاضرا في أذهان سكان باريس، كما أن الهجوم يتزامن مع محاكمة شركاء مفترضين لمنفذ الهجوم الذي استهدف الصحيفة الساخرة. الادعاء الفرنسي المعني بمكافحة الإرهاب تسلم التحقيق في القضية باعتبارها هجوما إرهابيا. الجريحان اللذان أكد رئيس الوزراء الفرنسي جون كاستيس أن حالتهما غير خطيرة يعملان لصالح وكالة يجاور مقرها مكتب شارلي إبدو القديم. المدعي العام في باريس ريمي هيتس أكد توقيف المشتبه به الرئيسي وأنه محتجز حاليا لدى الشرطة، لافتا إلى أنه تم القبض على شخص ثان للتحقق من علاقته بالمنفذ الرئيسي للهجوم،
وقالت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب إنها فتحت تحقيقا بشأن محاولة اغتيال مرتبطة بعمل إرهابي وجمعية إرهابية إجرامية. وأوضح رئيس النيابة العامة جان فرانسوا ريكار أن المشتبه به شاب تشير الدلالات الأولية إلى أنه باكستاني المولد، وكان قد تم توقيفه في يونيو الماضي بتهمة حيازة سلاح أبيض، وأن الشخص الثاني جزائري ويجري التحقيق معه لتحديد صلاته بالجاني الرئيسي. في وقت سابق من الأسبوع تلقت شارلي إبدو تهديدات اعتبرت خطيرة، وطلب وزير الداخلية في أعقاب ورود تلك التهديدات بإعادة تقييم التهديدات والمخاطر التي يتعرض لها الصحفيون وكل من يتعاونون مع شارلي إبدو. الرئيس الفلسطيني محمود عباس في كلمة مسجلة أمام الدورة 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة إلى عقد مؤتمر دولي مطلع العام المقبل لإطلاق عملية سلام حقيقية بين الفلسطينيين والإسرائيليين. أدعو أن يبدأ الأمين العام للأمم المتحدة وبالتعاون مع الرباعية الدولية ومجلس الأمن في ترتيبات عقد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات وبمشاركة الأطراف المعنية كافة ابتداء من مطلع العام القادم بهدف الانخراط في عملية سلام حقيقية على أساس القانون الدولي والشرعية الدولية والمرجعيات المحددة وبما يؤدي إلى إنهاء الاحتلال ونيل الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله في دولته بعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 67 وحل قضايا الوضع النهائي كافة وعلى رأسها قضية اللاجئين استنادا للقرار 194. وفي كلمة مسجلة أيضا أمام الدورة 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة قال الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس وزراء الكويت إن بلاده تدعم الفلسطينيين في نيل حقوقهم المشروعة. سيدات والسادة، لا زالت القضية الفلسطينية تحظى بمكانة مركزية تاريخية ومحورية في عالمينا العربي والإسلامي، مؤكدين على موقفنا المبدئي والثابت في دعم خيارات الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة، وكذلك على أهمية مواصلة بذل الجهود من أجل إعادة إطلاق المفاوضات ضمن جدول زمني محدد للوصول إلى السلام العادل والشامل وفق مرجعيات العملية السلمية وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود ما قبل الرابع من يوليو 1967. قال كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء اليونان في كلمة مسجلة أمام الدورة 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة إن السياسات التركية بمنطقة الشرق المتوسط تهدد الأمن والاستقرار الدوليين. اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة العام الماضي أوضحت أننا نمد يد الصداقة والتعاون للرئيس أردوغان، بل إنني تحدثت عن رغبتي في القيام بدور الوسيط بين تركيا والاتحاد الأوروبي. للأسف عندما وضعت اليونان الثقة والحوار والتفاهم كعماد لسياسة خارجية قائمة على المبادئ، ردت تركيا بالتصعيد والاستفزاز والاعتداء. عندما اختارت اليونان مسار الحوار القائم على حسن النوايا، اختارت تركيا مسار العناد والتعنت، لكن لا شك في أن تصرفات تركيا تقوض مبادئ القانون الدولي وتهدد أمن واستقرار المنطقة الحدودية في شرق المتوسط وكل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. لقد أوضح الاتحاد الأوروبي بما لا يضع مجالا للشك أن التصرفات أحادية الجانب لن تترك دون رد عندما تهدد الحقوق السيادية لدوله الأعضاء. I remain an optimist. Everybody.
أعلن الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية أنه تم بالأمس تسجيل 112 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد إضافة إلى 18 حالة وفاة. وقال الدكتور خالد مجاهد إن الأمس شهد أيضا خروج 887 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات بعد تمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من هذا الفيروس إلى 93,531 حالة. أظهر أحدث إحصاء أن 32 مليون وأكثر من 765 ألف شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس إلى 993,463 شخصا. يواصل فيروس كورونا المستجد حصد العديد من الأرواح في مناطق مختلفة من العالم، حيث أظهر أحدث إحصاء أن عدد الإصابات عالميا وصل إلى 32 مليونا وأكثر من 765 ألف شخص، في حين وصل إجمالي عدد حالات الوفاة من جراء الإصابة بالفيروس إلى 993,463 شخصا. وتصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة 7 ملايين وأكثر من 244 ألف إصابة، في حين بلغ إجمالي عدد حالات الوفاة 208,440 شخصا. وجاءت الهند في المركز الثاني من حيث عدد المصابين مسجلة 5 ملايين وأكثر من 903,000 حالة إصابة، وبلغ عدد الوفيات 93,410 أشخاص. واحتلت البرازيل المركز الثالث عالميا من حيث عدد المصابين مسجلة 4 ملايين وأكثر من 692 حالة إصابة، بينما بلغ عدد حالات الوفاة 140,709 أشخاص، وهو ثاني أكبر عدد وفيات في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية. وجاءت روسيا في المركز الرابع من حيث عدد المصابين بفيروس كورونا، حيث سجلت 1,000,000 وأكثر من 136,000 إصابة، وبلغ عدد حالات الوفاة 20,056 شخصاً. أما الصين مركز تفشي الوباء، فقد أعلنت اللجنة الوطنية للصحة عدم تسجيل أي وفيات أو إصابات بعدوى محلية مرتبطة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات 24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 15 إصابة جديدة جميعها وافدة من الخارج، ما رفع إجمالي المصابين إلى 85,337 حالة، وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4,634 شخصا. قال مايكل راين مدير برنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية أنه من المحتمل أن تبلغ حصيلة وفيات فيروس كورونا بسائر أنحاء العالم 2,000,000 في حال عدم القيام بكل ما يلزم. بالقطع رقم 1,000,000 حالة وفاة غير متصور، لكنه غير مستحيل، لأننا فقدنا 1,000,000 شخص في 9 شهور، وأمامنا 9 شهور أخرى للحصول على لقاح. ثم هناك مسألة التوسع في استعمال هذه اللقاحات وتمويل إنتاجها وتوزيعها، وإضافة إلى ذلك ما يتعين علينا عمله من أجل السيطرة على المرض. وتذكروا أن بوسعنا القيام ببعض الأمور لخفض العدوى وتقليل عدد الوفيات. يعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم تعهده بزيادة 30% في تمويل منظمة الصحة العالمية في الوقت الذي سيحث فيه على إجراء إصلاحات في المنظمة. وسيعلن جونسون خلال كلمة يلقيها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وزع مكتبه مقتطفات منها عن خطة مؤلفة من 5 نقاط لتحسين التصدي الدولي للأوبئة في المستقبل، تتضمن إقامة شبكة عالمية من مراكز البحث وزيادة القدرة على تصنيع اللقاحات. وسيتعهد جونسون بتقديم 71 مليون جنيه استرليني بشكل مبدئي لشركة لقاحات عالمية لتأمين حقوق شراء 27 مليون جرعة و500 مليون جنيه لمساعدة الدول الفقيرة في الحصول على لقاح.
من مدريد إلى موسكو ومن ويلز إلى باريس، سلطات دول الاتحاد الأوروبي ودول أخرى تتسارع لفرض إجراءات وقيود صحية جديدة لمكافحة موجة ثانية من جائحة كورونا. منظمة الصحة العالمية حذرت من أن الفيروس يواصل تسارعه في أوروبا وقد يتسبب في وفاة مليوني شخص في سائر أنحاء العالم. في إسبانيا تستعد منطقة مدريد التي تعد بؤرة تفشي الوباء في البلاد لتوسيع القيود المفروضة لتشمل مناطق جديدة. أكثر من مليون شخص من بين إجمالي 6,600,000 نسمة باتوا يخضعون لقيود جديدة صارمة في منطقة مدريد، ورغم ذلك ما زالت الحكومة الإسبانية ترى أن تلك القيود غير كافية ودعت لتمديدها لتشمل العاصمة بأكملها. أما في بريطانيا الدولة الأكثر تضررا في أوروبا من حيث عدد الوفيات بكوفيد 19، إذ لقي نحو 42 ألف شخص حتفهم بالفيروس، فستخضع بقاع واسعة من ويلز لإغلاق محلي كامل. أضيفت لندن إلى قائمة المناطق الخاضعة للمراقبة الحكومية المشددة الجمعة. فرنسا سجلت 15,797 إصابة جديدة بكوفيد 19 في غضون 24 ساعة، صحيح أنها حصيلة أدنى بشكل طفيف من حصيلة قياسية في اليوم السابق، إلا أن 11 مدينة كبرى في فرنسا صنفت ضمن منطقة الإنذار المشدد، ما يعني فرض قيود إضافية. وفي روسيا شهدت موسكو ارتفاعا جديدا في معدل الإصابات، وطلبت من المسنين الجمعة حجر أنفسهم ومن الشركات إتاحة إمكانية العمل عن بعد. الإجراءات التي تشهدها أوروبا تعكس قلقا متزايدا، فالقارة العجوز سجلت أكثر من 5,000,000 إصابة. وفي أنحاء العالم يقترب الوباء من بلوغ عتبة 1,000,000 وفاة، ورجحت منظمة الصحة العالمية الجمعة أن تبلغ حصيلة وفيات كوفيد 19 المليونين في حال عدم القيام بكل ما يلزم. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيفصح اليوم عن مرشحته لعضوية المحكمة العليا خلفا للقاضية روث بادر جينزبرغ والتي توفيت الأسبوع الماضي. وأشارت وسائل إعلام أن ترامب ينوي ترشيح القاضية إيمي كوني باريت، وهو خيار في حال المصادقة عليه يعزز الغالبية التي يتمتع بها المحافظون داخل المحكمة. ساعات ويحسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مبدئيا أمر الأغلبية المحافظة داخل المحكمة العليا. ترامب أكد أنه سيعلن في الخامسة من مساء اليوم بتوقيت شرق الولايات المتحدة عن خياره لشغل المركز الشاغر بوفاة القاضية روث بادر جينزبرغ، أيقونة الليبراليين المدافعة عن المساواة بين الجنسين. وسائل إعلام أمريكية بارزة ذكرت أن ترامب سيرشح إيمي كوني باريت القاضية المحافظة البالغة 48 عاما للمنصب لتصبح الغالبية داخل المحكمة لستة قضاة محافظين مقابل ثلاثة ليبراليين. إيمي الكاثوليكية المتدينة وأستاذة القانون عينت قاضية للدائرة السابعة في محكمة الاستئناف الأمريكية في شيكاغو عام 2017، وقدمت أوراق اعتمادها عند ترامب لعضوية المحكمة العليا بمعارضتها الشرسة لحق الإجهاض الذي يعد قضية بالغة الحساسية بالنسبة للمحافظين. قادة الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ المكلف بالمصادقة على تعيين قضاة المحكمة العليا قالوا إن لديهم الدعم اللازم لعقد جلسة تصويت إما قبل الانتخابات أو في أسوأ الأحوال في الفترة ما بين الانتخابات وحفل تنصيب الرئيس في يناير. وأكد زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل أنهم سيصوتون على التعيين خلال العام الجاري.
ويرغب الجمهوريون في المصادقة سريعا على تسمية ترامب للقاضي المرتقب بهدف تأمين غالبية مريحة للمحافظين في المحكمة العليا التي تملك الكلمة الفصل في عدد من القضايا الحساسة التي ينقسم حولها الأمريكيون مثل الإجهاض واقتناء السلاح وعقوبة الإعدام. في المقابل يطالب الديمقراطيون وعلى رأسهم المرشح الرئاسي جو بايدن الجمهوريين بإرجاء عملية التعيين إلى ما بعد انتخابات الرئاسة في 3 نوفمبر المقبل تحسبا لأمور كثيرة منها أن يحال أمر الفائز بانتخابات الرئاسة للمحكمة للفصل فيه وهي ذات أغلبية محافظة. نشرتنا متواصلة معكم وفيها ولكن بعد الفاصل. 22 قتيلا في تحطم طائرة نقل عسكرية في أوكرانيا. نتحول معكم الآن لمتابعة أبرز الأنباء الاقتصادية والزميل محمد سليمان. إليك محمد. شكرا لك ليلى. أهلا بكم. أخبارنا الاقتصادية في بانوراما منتصف اليوم وأبرز ما فيها. وزير المالية يواجه باتخاذ حزمة إجراءات لضمان منع تكدس الحاويات والبضائع المهملة بالموانئ. أهلا بكم. وجه وزير المالية محمد معيد باتخاذ حزمة من الإجراءات الجديدة التي تضمن سرعة التعامل مع الحاويات ومهمل البضائع التي تركها أصحابها بالمنافذ الجمركية على النحو الذي يمنع تكدسها بالموانئ والمخازن الجمركية. تتجه الدولة المصرية بخطى سريعة نحو التحول من الري بالطرق التقليدية إلى الري الحديث والذي أصبح أحد الملفات المهمة على أجندة أولويات الحكومة. ويساعد الري الحديث على توفير كميات كبيرة من المياه ورفع إنتاجية الفدان، كما سيتيح هذا المشروع أيضا فرصة كبيرة لتشغيل المصانع التي ستوفر مستلزمات التنفيذ. في ضوء استراتيجية الدولة المصرية للاهتمام بالمشروعات الزراعية والتنموية والسياسات المتبعة لترشيد استهلاك المياه، أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي مبادرة الري الحديث للتحول من الري بالغمر والطرق التقليدية إلى استخدام طرق الري الحديثة. الري الحديث فيه جميع المميزات، بيديني عود يعني نبات قوي جداً، بتحمل الأمراض، بتحمل العوامل الجوية، بيجيب إنتاج ضعف أو ممكن 3-4 أضعاف الإنتاج في المحاصيل العادية. لو رويت جبت المية دي ورويت بغمر ما تنفعش الزرع ده، يسقط ويموت، فلازم يكون ري حديث. لو كترت الري عن الشتلاية زيادة على اللزوم تسقط، يعني في مجنن لها انني باجي قد الصوبه لها ربع ساعه، يبقى لو زدت تكتر الميه تروح مسقطه. ومن مدينه فايد بمحافظه الاسماعيليه اكد المسؤولون ان طرق الري الحديثه بالرش والتنقيط تسهم في ترشيد استخدام المياه والسماد ويساعد على التوسع في الرقعه الزراعيه. طبعا سياسه وزاره الزراعه دلوقتي ان هي الانتقال من الري بالغمر للري الحديث، واحنا بننشر الوعي ده بين المزارعين وهم فعلا بيطبقوه في الاراضي الحديثه وفي اراضي زراعه الصوبات الزراعيه واماكن المساحات الواسعه، فبنبدا فعلا بيستخدموا الري الحديث وهو مطبق في المكان اللي احنا فيه ده، لان طبعا له مميزات كتيره منها توفير الاسمده وخدمه النبات نفسه وتقليل نمو الحشائش وتقليل العماله، طبعا بالاضافه للتوفير ماء الري
الري ويستخدم طبعا في مساحات اكبر، ودي سياسه احنا بننشرها في الفكر الارشادي عندنا عن طريق الندوات الارشاديه وعن طريق الندوات الحقليه مع المزارعين. وتعتبر مبادره التحول من الري بالغمر للحديث مشروعا قوميا يحقق فائده للمزارعين ويحافظ على جوده التربه. دليل جديد على نجاح وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في تنفيذ توجه الدولة المصرية في العمل على زيادة الرقعة الزراعية، ليس فقط لتوفير احتياجات المواطنين وإنما من خلال غزو المحاصيل الزراعية لكل الأسواق في مختلف دول العالم. من مدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية، أمل صبري، النيل. أفادت بيانات اقتصادية بأن طاقة تكرير النفط الأساسية المتوقفة في روسيا تم تعديلها بزيادة بنسبة 17.4%، وذلك مقارنة مع الخطة السابقة في أكتوبر إلى 1.75 مليون طن في يوليو. وبالنسبة لسبتمبر أظهرت البيانات أنه جرى تعديل طاقة تكرير النفط الأساسية المتوقفة في روسيا بزيادة بنسبة 2.9% عن الخطة السابقة إلى 3.7 مليون طن. أخيرا أظهرت ثلاثة تقييمات تستند إلى تتبع ناقلات النفط أن صادرات النفط الإيرانية ارتفعت بقوة في سبتمبر في تحد للعقوبات الأمريكية. وانكمشت صادرات البلاد من 2.5 مليون برميل يوميا منذ انسحبت الولايات المتحدة من اتفاق نووي مع إيران وأعادت فرض عقوبات على قطاعي النفط والبنوك بالبلاد هي 2018، لكن إيران لا تزال تحاول الالتفاف على الإجراءات ومواصلة التدفقات. وتشير بيانات إلى ارتفاع الصادرات في سبتمبر إلى قرابة 1.5 مليون برميل يوميا من الخام والمكثفات منذ بداية الشهر الجاري. تأتي أخبارنا الاقتصادية وعودة إلى الزميلة ليلى عمر لإكمال بانوراما، تفضلي ليلى. شكرا لك محمد. وعودة مرة أخرى لملفاتنا السياسية، حيث أعلنت أوكرانيا الحداد في مقاطعة خاركوف إثر مقتل 22 شخصا على الأقل في حادث تحطم طائرة نقل تابعة لسلاح الجو الأوكراني. وقال سلاح الجو الأوكراني إن الطائرة تحطمت عند مرحلة الهبوط وكان فيها إضافة إلى طاقمها طلاب من معهد القوات الجوية الأوكرانية. وفقا للبيانات الأولية كانت الطائرة العسكرية الأوكرانية التي تحطمت تقل 28 شخصا منهم 7 ضباط و21 طالبا، لكن القوات الجوية الأوكرانية عدلت العدد الإجمالي في وقت لاحق إلى 27، مشيرة إلى أن الطلاب كانوا يدرسون في معهد القوات الجوية التابع لوزارة الدفاع الأوكرانية في خاركوف. هيئة الطوارئ الأوكرانية قالت إن الحادث وقع على مسافة نحو 2 كيلومتر من مطار عسكري شرقي البلاد قبيل هبوط الطائرة وهي من طراز أنتونوف 26. قوات الإطفاء ظلت لساعات تحاول السيطرة على الحريق الذي خلفه تحطم الطائرة. وأظهر فيديو التقطه أحد السكان احتراق الطائرة بعد اصطدامها بالأرض. الرئيس الأوكراني أعلن أنه سوف يشكل لجنة للتحقيق في ملابسات وأسباب ما وصفها بالمأساة، مؤكدا أن فريق بحث بدأ العمل بالفعل في الموقع. وقال الرئيس إن الطائرة كانت في رحلة تدريب. وتعرضت الطائرة أنتونوف 26 التي تعود إلى الحقبة السوفيتية لعشرة حوادث على الأقل منذ 2017 وفقا لمكتب أرشيف حوادث الطائرات ومقره جنيف. نشرتنا مستمرة وفيها ولكن بعد الفاصل. لندن تستعين بأجهزة روبوت تعمل بالأشعة فوق البنفسجية لتعقيم محطات القطارات ومكافحة فيروس كورونا. استعانت محطات القطارات بالعاصمة البريطانية لندن بأحدث أجهزة الروبوت التي تعمل بالأشعة فوق البنفسجية، وذلك في إطار سعيها لمكافحة فيروس كورونا المستجد واستعادة الثقة في سلامة استخدام القطارات خلال الجائحة.
في محاولة لاستعادة ثقة العملاء في سلامة النقل، استعانت إدارة محطة سانت بانكراس في لندن بروبوتات آلية لتنظيف المحطة التاريخية والقضاء على الميكروبات والفيروس المسبب لمرض كوفيد-19. الروبوتات التي تعمل بالأشعة فوق البنفسجية تقوم بتمشيط مساحات واسعة وتعقيمها بواسطة الأشعة فوق البنفسجية القادرة على قتل فيروس كورونا دون الحاجة إلى المواد الكيماوية المطهرة. استخدمت تلك الروبوتات للمرة الأولى في بريطانيا في مطار هيثرو، حيث أثبتت فاعليتها في قتل 100% تقريبا من البكتيريا والفيروسات، بما في ذلك فيروس كورونا، على الأسطح وفي الهواء المحيط خلال دقائق. تم تصميم الروبوتات عام 2015 لتعقيم المستشفيات وقتل الميكروبات والبكتيريا الضارة المصاحبة لحالات محددة، ولكن منذ تفشي كوفيد في الصين توسعنا في توزيع الروبوتات في المستشفيات. يوجد حوالي 200 آلة بالصين، ثم انتشرت في إيطاليا وأسبانيا والآن بالمملكة المتحدة، ليس فقط في المستشفيات بل في أماكن عامة مثل مطار هيثرو وحاليا بمنطقة سانت بنكراس. وتسببت جائحة كورونا في تراجع حاد في الإقبال على استخدام السكك الحديدية، خاصة مع توجيهات الحكومة للمواطنين بالعمل من المنزل كلما أمكن وإغلاق المطاعم والحانات مبكرا في مواجهة موجة ثانية من عدوى كوفيد-19. وتعد محطة سانت بانكراس الدولية تاسع أكثر محطات القطار ازدحاما في إنجلترا، حيث ينتهي عندها خط يوروستار مع باريس وبروكسل وأمستردام، وهي متصلة أيضا بستة من خطوط قطارات الأنفاق في لندن. وختام البانوراما تذكرة بأهم ما جاء فيها. الوطنية للانتخابات تختتم في الثانية ظهرا قبول طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب. الرئيس اللبناني يقبل اعتذار رئيس الوزراء المكلف مصطفى ديب عن مهمة تشكيل الحكومة. الأمم المتحدة تدعو ميليشيات طرابلس إلى وقف الأعمال العدائية وعدم تعريض حياة المدنيين للخطر. بهذا نصل إياكم إلى ختم بانوراما نيل. المزيد من المتابعات على موقعنا الإلكتروني nile.eg. كان معكم في لغة الإشارة الزميل محمد عبد الله. إلى لقاء على رأس الساعة.